هاي متى أبو الحرب؟ هاي كم الحرب؟ أنا لازم أجي قبل الحرب. أنا بديش أظن الشباب سني معاك وبديش إخواتي يشيلوني، إخواتي عشان ندقي إخواتي تعبهم يشيلوني يحملوني. فلان أنا مبارح الحرب لما إخواتي متت مبارح، لما الحرب متت مبارح يعني لما إخواتي طلعوني أخويا هذا وأخوي البيت كان متت. أنا بكب إن أي الوقت مش أول حلبة، هي خامس حلبة وإحنا نجي على المدارس.